سجل الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم ذلك يقول المعنيون إن الوضع الوبائي تحت السيطرة. المزيد حول الوضع الوبائي في الأردن مع الدكتورة ريما حج، وهي أستاذة المعلوماتية الطبية والجينية. صباح الخير دكتورة وأهلاً وسهلاً بك. أهلاً، صباح الخير. نعم، بداية ممكن تطلعينا على تطورات الوضع الوبائي في المملكة؟ طبعاً كنا يعني لاحظ الأرقام الأسبوع الماضي، فبلغت عندنا حصيلة الأسبوع الماضي 5417 إصابة جديدة، وسجلنا 9 وفيات. بالمقارنة بالأسبوع اللي سبقه كان عندنا 4763 حالة، يعني عندنا زيادة ما يقارب ال 14%. بالوفيات بنلاحظ انه كان يعني قبل اسبوع من الان كان عندنا 4 وفيات، لكن الاسبوع الماضي كان 9 وفيات، فهي زياده بنسبه 125%. يعني كما نلاحظ انه الارقام هي في الزياد، لا تزال يعني هذه الارقام لا تقارن بالموجات السابقه، هي ما تزال يعني ارقام قليله نوعا ما، ولكن نحن دائما يجب ان نتذكر اننا الان لا نجري الفحوصات العشوائيه، فانت يمكن ان تتوقعي ان هو الرقم الحقيقي قد يكون اضعاف هذه الارقام التي نراها، ولكن يبقى المعيار عدد الوفيات، عدد ادخال المستشفيات، ربما يعني أكثر دقة ليدلنا على الحالة الوبائية من ناحية ضغط على المستشفيات، من ناحية أن هذا الفيروس أو هذا المتحور الأوميكرون وخصوصا النسخة السائدة في الأردن B5 هي يعني أشد، هي أخف وطأة على الجهاز التنفسي. نعم دكتور، أنا رح أسألك أكثر عن هذا المتحور، لكن السؤال، هل المطعوم مثلا اليوم أو الأشخاص اللي أخذوا مطعوم هم اليوم على الأقل بنسبة كبيرة محميين من الإدخال إلى المستشفيات، فهذا اللي بيخلي مثلا الموجة الحالية مختلفة عن الموجات السابقة من حيث الخطورة على المواطنين؟ بلا شك، يعني هذا أمر يعني أجمع عليه معظم العلماء حول العالم، انه السبب الرئيسي في انه لا نزال نشهد ادخالات قليله في المستشفيات واصابات قليله في يعني غير خطيره في الجهاز التنفسي يعود بالدرجه الاولى الى المطاعيم، لانه المطاعيم، ولكن هنالك قد يظهر بعض المتشككين، لانه يقول لك اذا كان المطعوم فعال لماذا انا اخذ المطعوم واصاب بالفيروس، لانه هنالك ذراعين أساسيين للمناعة، الذراع وهو الأجسام المضادة التي تحمينا من أن لا نصاب أبدا، هو عندها بعض يعني المشاكل، أن الأجسام المضادة عندما تظهر متحور جديد لا تكون بذات الكفاءة للمتحور التي صممت للقضاء عليها أو للارتباط به، وأيضا مع الزمن أن الإنسان هذه بروتينات يفقدها، فإذا يعني لم يعني تعمل جهاز المناعة لديه بشكل جيد ويكون هنالك ذاكرة طويلة الأمد، وهذه عادة غير موجودة ضد غير يعني غير الكورونا في كل الفيروسات التنفسية الأخرى، لا نجد هذه المناعة الطويلة في الأمد من المطاعم. نعم. الأمر الثاني الذي يتبقى وهو المهم والذي دائما يغيب عن البال، أن هنالك ذراع المناعة الآخر وهو الخلوية، وهو التي سيل أو تي ميموري سيل التي تزيدها بشكل كبير مطاعيم الكوفيد، هذه حتى الآن ما تزال تحمي الجهاز التنفسي بفاعلية، تحمينا من إدخال المستشفيات، وإن شاء الله تقلل الوفيات أو تمنع الوفيات بشكل كبير. نعم دكتورة، المدة الزمنية اللي قاعدة عم تحمي فيها هذه المطاعيم الأشخاص، يعني إذا بنقول إنه في ناس أخذوا هذا المطعوم قبل 6 أشهر أو 7 أشهر، هل معناته اليوم هو بحاجة لأن يأخذ جرعة أخرى؟ هلا هذا في عليه طبعا اختلاف كمان، يعني لكن معظم، يعني أنا كان رأيي من البداية إنه إذا الأشخاص أخذوا المطاعيم بجرعها الكاملة وأخذوا جرعة مدعمة وهم كانوا تحت 50 عام، لا داعي أن يأخذوا أي يعني جرعة جديدة حتى تظهر يعني يعني المطاعيم المحدثة والمتوقع ظهورها في شهر سبتمبر. أما كل من هم فوق 50 عام، نعم إن أنا يعني أشجعهم وأدعوهم
أن يأخذوا جرعة مداعمة جديدة. يعني عادة يعني إذا مضى على آخر جرعة 6 أشهر فعليهم أن يأخذوا جرعة مداعمة جديدة، لأنه أنا كما قلت إذا أنا عم بعتمد على المناعة الخلوية كبار السن هم أكثر الناس يكون عندهم مشاكل في المناعة الخلوية، لأنه حتى الخلايا المناعية، خلايا التي سيل، الخلايا التائية موجودة في أجسامهم، إنها يعني خلايا تشيخ، فلذلك علينا يعني أن نحفزها بهذه المطاعم. نعم دكتورة، إذا بتسمحين ننتقل للمتحورات، المتحور لليوم منتشر هو متحور أوميكرون، لكن علمياً هل مع الوقت المتحورات التي تظهر بتكون أقل فتكاً في أجسام الأشخاص يعني اللي بتدخل عليهم، أم لا في احتمالية لا سمح الله أنه فعلياً يكون أو يظهر متحورات، هذه المتحورات قوية وقد تكون مثلاً يعني بصعوبة المتحورات السابقة؟ نعم فعلاً هذا سؤال جميل جداً، وفعلاً لا أحد يستطيع الجزم، لأنه التحورات قد تسير بكل الاتجاهات، فقد يظهر متحور يكون أشد فتك، ولكن ما رأيناه حتى الآن أن الفيروس يزيد من انتشاره، يزيد من فاعليته على دخول الخلايا بسهولة جداً، ولكن يسبب أمراض أو اختلالات تنفسية أشد خطورة. لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا سيكون الحال في المتحورات الأخرى. وأنا أريد أن أركز، أنت ذكرتي الخطورة ونحن دائماً نتحدث عن الخطورة التنفسية، لكن أثبتت الدراسات أن الأشخاص حتى الذين أصيبوا بأوميكرون لديهم مشاكل ارتفاع في الأمراض المرتبطة بالقلب والشرايين، وحتى أنهم أخذوا يتابعوا بعض الأشخاص منذ بداية العام ولاحظوا أن كل الأشخاص الذين أصيبوا حتى لو لم يدخلوا المستشفيات أو حتى لو شخصوا بفحص PCR إيجابي ولم تظهر عليهم أعراض، وجدوا أنهم خلال شهر إلى شهرين قد أصيبوا يعني بما نسبة تقارب 50% قد أصيبوا بأحد الاعتلالات، سواء في خفقات القلب أو في يعني الأمراض المتعلقة بالقلب. فهذا يعني أمر غير جيد، خصوصا أن هذا سيكون كأمر صامت. أنت عندما يصاب الإنسان بالضائقة التنفسية لا يستطيع تنفس فيدخل المستشفى، لكن إذا كانت هذه حتى الأوميكرون يصيب الشرايين والأوردة باعتلالات قد تسبب فيما بعد ربما نوبات قلبية أو سكتات دماغية، حيث أكثر شيء لاحظوا أن السكتة الدماغية والسكتة القلبية وعدم انتظام ضربات القلب هي من أكثر العوارض التي شاهدوها في هذه المجموعة التي تم دراستها ومن قبل يعني عدة مجموعات بحثية حول العالم. نعم. أكدت هذا الموضوع أن أوميكرون أشد فتكاً بالجهاز التنفسي، لكن لا نستطيع أن نصنفه أنه بدون مشاكل أو أنه نوع من الفيروس كفيروس الإنفلونزا أو غيره من الفيروسات. لا يجوز أن ننسى هذه الأمور والمشاكل على القلب. وأنا أدعو وأنصح كل الناس الذين شخصوا أو أصيبوا بالكوفيد وحسوا دائما بانهم متعبين دائما، حتى بعد ان يعني ان ظهر الفحص السلبي عليهم يعني اختفت الاعراض، اذا استمروا بالشعور بالتعب والارهاق او الم في الصدر او يعني شعروا ان هنالك شيء غير طبيعي في دقات القلب، عليهم ان يراجعوا الطبيب بسرعه. نعم استاذه المعلوماتيه الطبيه والجينيه دكتوره ريما حجو، شكرا جزيلا لك.